السلام عليكم خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ عقلتوا على داك المشروع اللي صورت ليكم وصورت البيرو؟ مازال الارض في عين السبع سكن اقتصادي، ها هو تبارك الله. هانش الاول والثاني سلموا، شنو دابا الثالث؟ هو هذا الثالث، هو هذا ان شاء الله. الله يسهل على الجميع، اللي بغى يجي تقيد راه غادي يبدا في شهر واحد. هانتوما هالاشغال خدامين فيها، هو هذا كما قلت الثالث، الثالث، وها هو عاود هنا السريم كيبنيو. انا صورت لكم كان باقي ارض، ما كاين حتى شي حاجه، كاين غير البيرو. الى رجعتوا الفيديوهات ديالي غتلقاوني مصوره انا الاولى ومصوره على البيرو، وقلت لكم راه جا في موقع زوين عين السباح. انا دابا كنصور لكم الاشغال، تبارك الله راه خدامين. الانسان عايتق ويجي يشري، الله يسهل على الجميع. انا غاديه وكاين قبالتهم هنا الطيور، من ورا هاد الديور كاين طرام. عاد تخرجوا على هاد الزنقه فين كاين هنا الديور تلقاو الشارع وكاين طرام. المركوم موجود، انا اللي قالوا لي في البيرو هادو غادي تسلموا 32 مليون، هادشي اللي قالوا. وانتوما جيو عاودوا سولوا. ها انتوما الاشغال، ها انتوما راه كاين حتى محلات كاينين جاو على الشارع. انا كنصور لكم اللور والبيرو بقى عاود في الشارع الاخر، دابا نعاود نوريه لكم. كاينين فيهم بالكو، بالكو واحد في بيت الناس، كوزينه ما فيهاش البالكو. وجاو مشمشين على هاد التوجيهة، هادو راه مسلمين كيما قلت لكم، راه خداوهم مبقاوش، كيقولو بقاو فيهم الكاطريات. واللي خدا شي حاجة وسبق سبتو راحتو، بابا اللي باقي ما خداش الله يسهل ليه يفرج عليه.